بين المتعثرين والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود والمتدني والمعدوم، بدأ العمل الاجتماعي في الأردن تطوعياً من خلال الجمعيات الخيرية التي تشكلت بين عام 1912 و 1935. أنشئت وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 1956، وتأثرت منذ ذلك الحين بعدة ظروف مر بها المجتمع الأردني، والذي انعكس على موقفها من العمل الاجتماعي الذي يشكل ميدان ممارستها العملية. فهي الوزارة المعنية بالعمل الاجتماعي وتوفير الضمان الاجتماعي الشامل وتقديم المساعدات العينية والنقدية والإشراف على الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية في الأردن بما يتفق مع القوانين والأنظمة. ولقد تعددت الأنشطة والخدمات التي تؤديها الوزارة في مجالات الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدة الناس لكي يساعدوا أنفسهم بأنفسهم لما فيه خيرهم وخير مجتمعهم. وقد تطور عمل الوزارة خلال 25 عاما الماضية بإنجازات ومبادرات كان من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم حياة أفضل لهم. وبالتوازي مع ذلك، أسست الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص شراكات تستهدف تحقيق الغايات المرجوة. وبهذا الصدد تعددت إنجازات الوزارة على مستوى التشريعات والسياسات خلال الفترة التي تمثلت بعام 2021-2022، فكان مجال التشريعات الاجتماعية لغايات المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال توفير أطر تشريعية وتنظيمية وسياسات حديثة ومتكاملة بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحد من العنف. ذوو الاحتياجات الخاصة هم جزء من تلك الإنجازات والتشريعات، فتم إصدار قانون بدائل الإيواء والخدمات المساندة لذوي الإعاقة الذهنية رقم 62، ولم تغب الأسرة عن المشهد التشريعي، فتم إصدار نظام الرعاية للمسنين رقم 97. ضمن محور الحماية الاجتماعية، عملت على قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ونظام دور المعرضات للخطر رقم 171 لعام 2016 والقانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021 وقانون الأحداث الأردني رقم 32 لعام 2014، كما وضعت وزارة التنمية الاجتماعية خطة للحد من زواج القاصرات دون 18 سنة كأحد الإجراءات المتخذة من الحد من العنف ضد النساء بكافة أشكاله. ففي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية قامت الوزارة بالعديد من الإنجازات، كان من أهمها شمول أكثر من 500,000 أسرة فقيرة ببرامج صندوق المعونة الوطنية الشهرية والطارئة.
المباشرة بتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمته 23 مليون و650 ألف يورو، والتعاون مع البنك الدولي لتأسيس السجل الوطني الموحد وبرنامج إدارة الحالة، المساهمة في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا من خلال توفير بيئة آمنة للأطفال، حيث قامت الوزارة بترخيص ما يزيد عن 1000 حضانة ومتابعة خدماتها، توفير الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء 3 مراكز إيوائية، تقديم الخدمات المتكاملة لهم وتوفير الخدمات النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء 11 مركزاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز دورهم وقدراتهم ورعايتهم كفئات مستهدفة، والإشراف على متابعة مراكز ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص والقطاع التطوعي. أيضاً قامت بإنشاء 3100 مسكن للأسر الفقيرة مع توصيل المياه والكهرباء وتأمين الأثاث الأساسي، استحداث 23 مديرية تنمية اجتماعية و15 مركز تنمية مجتمع محلي و29 مكتب تنمية لخدمة المجتمعات المحلية في الألوية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم. وضمنت الوزارة تنفيذ مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، وقامت بتنفيذ خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بقيمة 6 ملايين دينار أردني، وتشكيل فريق رقابة من مؤسسات المجتمع المدني للرقابة والإشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إنشاء 10 دور لحماية ورعاية الفئات المستضعفة، منها 4 دور لتربية وتأهيل الأحداث، وداران للوفاق الأسري، ودار لضحايا الاتجار بالبشر، ودار للنساء المعرضات للخطر، ومركزين لتأهيل الأحداث المتسولين. كما قامت بتغيير سياسة الرعاية المؤسسية للأيتام وفاقدي السند الأسري إلى الرعاية الأسرية البديلة، حيث تم دمج 870 طفلاً في أسر راعية بديلة لتمكينهم من التنشئة في أسرة آمنة وطبيعية، وتسجيل وترخيص أكثر من 3000 جمعية خيرية تقدم المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة وتساعد على تنمية المجتمعات المحلية وتمكين الأسر الفقيرة، تقديم ما يزيد عن 20 مليون دينار على شكل منح تنموية تساهم في تعزيز إنتاجية الجمعيات وخدمة مجتمعاتها المحلية. كما قامت بتوفير أكثر من 4500 فرصة عمل من خلال إقامة مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة بكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين دينار أردني. عززت المبادرات الملكية من عمل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كان التنسيق والعمل مع الوزارة بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشاراً في ربوع الوطن لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الملكية، خاصة في القطاعات والفئات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يحقق الرؤية الملكية من هذه المبادرات بوجه عام. أطلق جلالة الملك في تشرين الثاني من عام 2005 مشروع نواة مساكن الأسر العفيفة في محافظة المفرق، وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 600 وحدة سكنية للعائلات العفيفة في 10 محافظات، بينما تضمنت المرحلة الثانية إنشاء 1400 وحدة سكنية موزعة على محافظات المملكة تم إنجازها وتسليمها إلى مستحقيها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية، ليزيد عدد مساكن المبادرة التي تم تسليمها إلى مستحقيها عن 2688 وحدة سكنية لهذه الغاية نهاية عام 2022. كما وهناك مئات الوحدات السكنية قيد الإنشاء، وتتضمن هذه المبادرة أيضاً تزويد المساكن بالأثاث والأجهزة اللازمة لها. كما استمرت المبادرات الملكية من خلال تسليم الجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية
التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة دعماً نقدياً وعينياً، بهدف تمكين هذه الجهات من الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للفئة المستهدفة وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في آن واحد، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وطرود الخير التي توزع على الأسر العفيفة من خلال البطاقات الممغنطة مرتين سنوياً. ترتكز الرؤية الملكية في الانتقال بالأسر الأقل حظاً نحو الاكتفاء والاعتماد على الذات للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، فقامت بتمويل عدد من المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل من مختلف مناطق المملكة. وفي إطار التطور المجتمعي والخدمة العامة، أطلقت الوزارة العديد من المديريات لتفعيل دور الشراكة المؤسسية، وهي مديرية الاتصال والعلاقات الدولية، مديرية التطوير المؤسسي، مديرية الأسرة، مديرية الدفاع الاجتماعي، مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، مديرية الموارد المالية، مديرية الأبنية والمساكن، مديرية التثقيف والتوعية المجتمعية، مديرية إدارة وتنمية الموارد البشرية. وبما أننا نعيش في مجتمع مزدحم، عملت الوزارة بالعمل والجد لكي تحقق أعلى مستويات الراحة والحلول العالية لدعم المواطنين في سبل العيش بأمان. ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني أردن رقمي 2020 لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تقديم خدمات عالية الجودة وتقليل الوقت والتكلفة لإنجاز المعاملات الحكومية، فقامت الوزارة بإطلاق خدمات إلكترونية عبر بواباتها الإلكترونية وإتاحة كافة المعلومات عن الشروط اللازمة لأهلية التقديم للخدمة وأنواع الوثائق المطلوبة بها والإجراءات اللازمة للحصول عليها من خلال بطاقة الخدمة ودليل إرشادي حول كيفية استخدام هذه الخدمات، وعن مبادرة قوي فرصتك كانت بالتعاون بين وزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، تستهدف 5000 فرصة تدريبية للشباب والشابات الأردنيين بهدف تحسين مهاراتهم وقدراتهم. ذلك هو الأردن الحاضر دوماً بحب شعبه. الخير فينا ما بقينا، ونحن على العهد ماضون.